بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى احتفال المملكه المغربيه بعيد العرش المجيد اعرب جلالته ايده الله فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده ولشعب المملكه المغربيه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه واشاد جلاله الملك رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو